ليش ما خيرت تمشي لتركيا؟ كي جيت والله تعرف كيف جيت تركيا، نعرف انا جون قال لي جيت لقاسم باشا، لان قاسم باشا نعرفها في اسطنبول، جمعيه باهيه، معناها كي تدخل اسطنبول تقول ديجا انت عندك كات جراند كلوب دايرين بيك، معناها تنجم تعمل ستة شهور باين عام بيه تمشي صح في جمعيه باهيه. صحيح. طمعت الحقيقه، طمعت قلت نعاود نمشي لاوروب ونعاود نعرف روحي نقدها، فهمتني، ننجح والبداية بك شو صحيح لحد لا لحد الان شو صحيح الحمد لله. نورمالمون باش يشريوني براتيكمون كي توفى الكورونا كل شيء باش يشريوني من السعوديه. صحيح فهمتو. نورمالمون خاطر الديكتور سبورتيف نورمالمون كلمني وقال لي بشي معناها بشي يدفعوا الكلوز قداش كلوز؟ 900 يورو، دفعوا 300 هما توا، مازالوا دفعوا 300 يورو، مازالوا 900 يورو نورمال ماهوش يدفعوا. مريح وينك يا معلم؟ او بدل لك اذا زادك حاجه اخرى ناني وليت. هاي مريح يا عادي ناني، ما خاطر فوزي بن اسمعني فوزي بن زرت عادي ناني. توا نعيم تبعك لعبت معاه في ديجون، تبعك في الاتفاق، نستناو يتبعك في السعوديه في تركيا. سمعت في قاسم باشا نعيم دوك في دوك نعيم في ليكيب ناسيونال، اول ما جاني ليكيب ناسيونال كان صحايبي، من بعد كي مشيت انا ديجون نزلنا عليه نقول له اجا ديجون ليه ماكش تلعب، اجا بحلال ديجون، اجا بحلال ديجون. كتب له انت اربط له خيط انت في ديجون ولا احد عزاب تحكي لا انا الحقيقه انا معناها كي نحكي مع ديكتور سبورتيف نقول له نعيم نبدا نظن له، فهمت هيك هاو نايم كتب المكتوب وجا لديجون. معناها سبحان الله كي جي قلت له تذكر في ليكيب ناسيونال نقول لك اجا معايا لديجون، كمل ديجون ومشيت صح. انا صحت في السعوديه فرح على الاخر خاطر نايم يحب يمشي السعوديه، يحب يعيش في السعوديه، معناها في الدين هو ما شاء الله كل شيء. نكلم خويا، نكلم في جماعه الاتفاق ونقول لهم اسمع سليتي راه ما كيف حد وندخل بين الفر والحم خويا ونبدا نزن، فهمت يا سيدي. ديرك الفيس بريزيدون هو ناس طيبه على الاخر، وانا نحبه ياسر الحقيقه، فيس بريزيدون روعه تاع الاتفاق، هو اللي عمل كل شيء باش جاب نعيم. فهمت دفعوا 6 مليون دو دولار باش يشريوها من ديجون. من ديجون لا حتى ليكيب الوحيده اللي حطت فيه فلوس باش تجيبها خاطر ليكيب. ونفس السيتياسيون زوز كنتوا ماشيين في كورب طالعه في ديجون، ما كان لكمش الحقيقه زوز. والله كنا الحقيقه كلنا مع بعضنا، معناها عملنا سيزون دو سيزون باهيين خاطر هو خلط عليه سيزون ثانيه، سيزون الثانيه والثالثه مع بعضنا عملنا. اما ظهر لي امور مش ماشيه برشا في البريود الاخر في السعوديه. قلت لك ظهر لي امور مش ماشيه برشا في السعوديه. لا تضرب ومن بعد كي رجع يترينا عاود حس نفس الوجاع عاود ارتاح. ما يحبوه الحقيقه، وكيبدا في التوب نتاعو نعيم راهو ملاعبي برشا، يعني مش انا باش نحكي عليه. إيه. ما جاوبتنيش باش تظن جماعتك توا في قاسم باشا ولا ايه؟ سيي انا زنيت لهم سيي. سيي ديجا. اسمع جماعة قال لك باش تولي اجون جوير اللي بعد ما تكمل. اجون لا والله نحاول اي واحد معناه يحب يخرج وكل شيء نحاول نعاون باللي نعرف باللي نقدر، فهمتني. اي فما امكانيه معناها وش خص الحقيقه. ما غالي نعيم غالي. فهمت. طلبي فيه برشا فلوس، وكيما اخويا كيما في البلاي تب تحب تشري جوار ما عندكش فلوس انت تجيب تشريها كيما في الفيفا بالضبط. اسمعني شاكر قال لك تبلوكي يا حدادي، شنو حكايتها هذي؟ فوزي بن زرت هذا يا خويا تبلوكي ما يتعداش، حط له بدنك يا شاكر. كعب اخوي. باهي تو انت مستقبلك وين؟ تو سي بون معناها في قاسم باشا باش تكمل غادي. تو انا بري عام ونص خويا، انا مازلت تو اشتر العام هذا اللي جيت فيه، وعام 2021 معناها انا جوان 2021 بري. فهمتك. اي
مي كيوفا عندي ديريكتومون كونترا بعامين معاهم، معناها مازالوا لي كان يشريوني سنة يشريوني سيفادا يقعدوا لي 3 سنين كونترا في قاسم باشا. فهمت. فوالا. فهم كلام خرج انه فما عندها علاقة مرتك بالمشي لتركيا ولا لا؟ لا عندها حتى جملة. علاقة جملة مرتي حابة تقعد في السعودية. أبو؟ اي والله عجبها الجو غادي، عجبتها السعودية، عجبتها خاطر خبر باهية العيشة و... فهمتني؟ شكري زعلان يا خويا. اي بس نقول لك شنو حكاية خليل هذي؟ كمل خليل، كمل البري وخليل مازال يصلي. اي شنو حكاية خليل؟ احمد خليل كلمته قلت له وينك؟ كلمت خليل شنو معاه؟ قال لي قال لي هاو يصلي، فهمت؟ قعد يصلي حاسيله كحكيت انا وشكري ممكن ساعتين في اللايف وهو مازال يصلي. ربي ثبته، ربي ثبته.